هنتابع اخر الاخبار سياسيا واقتصاديا ورياضيا في تقريرنا الاخباري اللي بيكون فيه طبعا مساحه اكبر من معلومات وتفاصيل خاصه باهم الاحداث اللي نالت اهتمام حضرتكم. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بحيث يتضمن التعريف المقصود من تمويل الارهاب فضلا عن اضافة تعريف للدعم المتمثل في توفير مكان للتدريب او ملاذ امن لارهابي او اكثر او تزويدهم باسلحة او مستندات او غيرها. اتفقت وزارة الآثار والإعلام على إعداد الحملة الترويجية للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في نهاية 2020. هذا ومن المنتظر أن يتم طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة باعتبار أنه سيكون أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة. نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة لتهريب أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، وتم ضبط المخدرات داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد، مشحونة بمعرفة شخصين لصالح إحدى الشركات والكائن مقرها بالسويس. وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو على اعتماد مبلغ 37.5 مليون جنيه لتمويل 243 مستفيد بإجمالي عدد رؤوس ماشية يصل إلى 3062 رأس. أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الملتقى 18 لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وذلك لربطهم بوطنهم الأم. هذا واستقبلت الوزارة وفدا شبابيا مصريا أستراليا من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بأستراليا، ونظمت لهم الوزارة زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة لمشاهدة عرض الصوت والضوء. أكدت وزارة الصحة أنها قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 22 مليون مترددة من العام الماضي، مشيرة إلى أن وسائل تنظيم الحمل مدعومة بما يزيد عن 95% من السعر الأصلي. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال 72 ساعة مقبلة لتكون أقل من المعدلات بقيمة تتراوح بين درجتين لثلاث درجات مئوية. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.